مشكور في فقرة صحتي في ماكلتي، دكتور عبد الخالق الرمضاني الأخصائي في التغذية وفي الحمية. دكتور رمضاني صباح الخير وشكرا جزيلا على تلبيتك للدعوة. مرحبا، دائما هذا واجب. شكرا تحية لك، تحية للطاقم مجموعة، تحية جميع المستمعات والمستمعين. شكرا لك. يعني هذه الشكوى من ذاك الشعور بالتعب وانخفاض مستويات الطاقة خلال ساعات النهار، خصوصا مثلا في شهر رمضان الكريم اللي على الأبواب، أمر اللي هو شائع. بغينا نعرفوا بداية قبل ما نعرفوا النظام الغذائي ولا الأطعمة اللي ممكن أننا تخلينا نقاوموا هذا التعب وهذا الإرهاق وحتى الأرق بالليل، لأن ما كي يجي ناس نعاس وما تنعسوش مزيان. يعني شنو السبب ديال هذا التعب؟ واش فعلا عدم توازن في الأكل ديالنا والتغذية الغير سليمة كتأثر فعلا على كتخلينا نحسوا بذاك التعب وذاك الإجهاد والأرق، أم لا دكتور رمضاني؟ هو بطبيعة الحال هو كما ذكرتي موضوع ديال التعب أو ديال اللاستيني بشكل عام، اللي هو المصطلح المستعمل في الطب. فهو ملي كنهضروا على اللاستيني راه كنلقاو واحد الأسباب اللي متعددة. نعم كثيرة. نعم. مثلا نبداو بالأول ديالها اللي هو نقصان ديال النوم. نعم. وهذا نقصان ديال النوم يعني باش يكون النوم عندنا ما كافيش أو لا، حتى النوعية ديالهم اللي كتكون ماشي جيدة. ماشي مزيان، ماشي جيدة، فتا هو كيقدر يتسبب لنا في هذا التعب وهذا الأرق. وبالتالي يعني باش كندخلوا مثلا بعض الناس اللي كتكون عندهم اللي كتسمى لابني دو سومي ولا سندروم دي جون سون روبو، يعني كاين واحد المجموعة ديال المسببات أخرى هي كتقدر تكون عندها علاقة مع النوم. نعم. كاين بطبيعة الحال التوتر، ملي كنهضروا على التوتر تمام، خاصة فاش كيكون مزمن فمعروف عليه لأنه كيأثر علينا في الدماغ ديالنا وكذلك كيأثر علينا حتى على الجسم. نعم. ديالنا وكنبداو كنحسوا بواحد التعب اللي هو مزمن. كاين بعض المرات بعض الأمراض مثلا أمراض نفسية مثلا. نعم. حتى ذاك الأرق، حتى ديك لا ديبريسيون واخا تكون بسيطة، اكتئاب. نعم. فهي خاصة فاش كتكون مصاحبينها بعض الأعراض الأخرى بحال الأوكسيتي مثلا، تا هما من بين الحويجات اللي كيتسببوا لنا في هذا الأرق. كاين سيرمناج، شنو هو الإرهاق؟ التعب، يعني فاش الإجهاد. نعم. يعني فاش كنجهدوا على ريوسنا أكثر من القياس فبطبيعة الحال تا هو كنبدا نحسوا بالتعب. كاين حتى قلة الحركة، فراه قلة الحركة فهي يعني كتكون عندها نتائج عكسية وكتسبب لنا في هذاك الضعفان، خاصة الضعف ديال العضلات خاصة وحتى ديال القلب والشرايين ما كيبقاوش قادرين يصاحبوا ولا يواكبوا ولا يمارسوا النشاط اللي فيه إجهاد، وبالتالي كنبداو نزيدوا نحسوا بتعب أكثر. التغذية بطبيعة الحال وغادي نعاودوا نركزوا. كاين كذلك الاستعمال ديال بعض الأدوية. أدوية نعم. يعني كاين بعض الأدوية كذلك اللي معروف عليها انها من بين المضاعفات المحتمله ديالها هي انك تعطينا هذا الارهاق. نعطي مثلا غير بعض الادويه اللي كتكون مثلا كنستعملوا ضد الحساسيه، ولا بعض الادويه اللي كنستعملوها ضد بعض الانواع ديال الحريق، ولا بعض الادويه اللي كتكون مهدئه. كاين حالات ديال الاجتفاف كذلك، فهي من بين الاسباب اللي معروفه. نعم. وكاين بطبيعة الحال اللي نبغيو نشيروا ليه كذلك واللي حتى هو مهم هو فاش كيكون بعض المشاكل اللي عندها خاصة على اللي كتستوجب الاستشارة ديال الاختصاصيين، خاصة ملي كتكون بعض الاضطرابات على مستوى بعض الهرمونات وخاصة بالذكر مثلا الغدة الدرقية ولا بعض المسببات أخرى. يعني ولا كاين حتى بعض الأمراض مزمنة حتى هي اللي كتقدر تسبب لنا على هاد المشكلات. يعني هنا باش نقولوا لأن الأسباب ديالو مختلفة ومتنوعة وكثيرة. نعم نعم. يعني ممكن هاد الأسباب نقاومها بنظام غذائي أو لنقضيو عليها بنظام غذائي اللي هو سليم؟ هي بطبيعة الحال يعني كما ذكرت
نركزوا على ديك الاسباب، وبطبيعه الحال يعني ضروري على ان احنا تكون عندنا واحد تغذيه متوازنه مصاحبه. اولها هي تغذيه متوازنه، يعني فاش كنهضروا على التغذيه المتوازنه، التغذيه اللي كتعطينا جميع الحاجيات ديالنا اللي فيها خضر، فيها فواكه، فيها مصادر ديال البروتينات، فيها دهون من النوع الجيد، يعني هادو من الحويجات اللي كنقولوا من الاساسيات. بالاضافه الى ذلك الترطيب، الماء، ليدغاتاسيون. كما كنعرفوا راه الا عطينا مثلا مثال بالرياضي، فراح كينقص الذات ديالو اثناء القيام بالنشاط الرياضي بواحد 1 حتى 2% من اللي ما كينقص في الذات، فراه لي بيرفورمانس ديالو ولا القدره ديالو على الحركه كتنقص ب 10 ب 20% ولا باكثر على حساب. كاين كذلك يعني كما كنعرفوا فاش كيكون النقصان في ماده ديال الحديد، او لا كتكون شي حالات صحيه اللي كتستوجب استهلاك الحديد بحال مثلا بعض الالتهابات، وبالتالي يعني ضروري ان التغذيه ديالنا تكون مصدر مهم ديال الحديد. وما كنهضروا المصدر ديال الحديد، كنهضروا بطبيعه الحال على اللحوم، كنهضروا على لي زيبينار، كنهضروا على العدس، كنهضروا على اللوبيا، كنهضروا على بعض على الحبوب كذلك، هما مصادر مهمه. كذلك مصادر ديال السكريات، وملي كنهضروا على السكريات فبالاختلاف ديالها بالانواع ديالها كامله، وبطبيعه الحال خاصه منها اللي كنلقاوها في مثلا في الشعير، في القمح، في الذره، واللي كنلقاوها كذلك حتى في الخضار، في الفواكه. بلا ما نساو هنا في بعض الاحيان يعني راه كتكون حتى ملي كتكون ناقصه بعض البروتينات، فالبروتينات ما ناخذوهاش على انها فقط للعضلات. البروتينات راه عندهم واحد المجموعه من المنافع، هما الناقلات، هما لي ترونسبورتور. حتى الكوليسترول ما تقدرش تكون قاده الا ما كانتش عندنا مشكل ديال البروتينات. الهرمونات، اغلبيه الهرمونات ضروري لهم من هاد البروتينات، هذيك الاشارات ولا حتى الانتاج ديال المناعه، فضروري ليه واحد بروتينات. بطبيعة الحال يعني هنايا وقيلا كنستنتجوا ان احنا مزيان ان احنا نقصوا كذلك باش نقصوا من الارق، ان نقصوا من ديك الاطعمه اللي كتكون مصنعه وخاص اولي بطبيعه الحال اللي فيها لي زانيمو اللي ترانسفورمي ولا تخا ترانسفورمي، نظرا لانها غنيه بزاف بالسكر الزائد. وفي بعض الاحيان كتكون فيها حتى ملح بطبيعه الحال، دهنيات غير نافعه، واللي كتخلي واحد الاضطرابات على مستوى السكر في الذات، وبالتالي كتسبب لنا هي نيت في 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 هذاك التعب. يعني نعوضها بما هو طبيعي بالتمر، الزبيب، المكسرات، الفواكه، المكسرات، يعني حتى الخضر والفواكه. وبالنسبه للناس اللي كيستهلكوا الشاي وخاصه القهوه بطبيعه الحال، يعني حتى الناس يعني هذه مناسبه ملي كيكون راه هما كيتسبوا لنا في واحد التهيج تماما، الانسان ينقص منهم شي شويه. وكما كنقولوا كنسمعوا بان يعني لا الشاي ولا القهوه ابتداء من 7 مساء الانسان يحبس، يعني مور 7 مساء ما يشربش قهوه مثلا ولا اتاي. هل هذا صحيح ام خطا دكتور؟ هو صحيح وخطا. صحيح بالنسبه للناس اللي فعلا الا شرب واحد شويه ديال الشاي وشويه ديال القهوه، يعني احنا مختلفين. راه كاين اللي الا شرب واحد الكاس ديال الاتاي مع الرباط العشيه غادي يجيه واحد الارق الليل كامل، وكاين اللي يقدر يشربوا بالليل وما يجيه الارق لا والو وما كيتسبب، يعني هنا حيت كل واحد وكيفاش كيتقبل هذيك المكونات ديالو. ولكن كنبغي كذلك نطرح سؤال على الناس اللي كي مثلا شي واحد اللي غادي يتناول القهوه مع 11 ديال الليل 12 ديال الليل وغيقول لك كينعس، واش كينعس ذاك النوم الصحيح؟ يعني ذاك النوم اللي كيخلينا ان احنا فعلا نستافدوا من النوم ونفيقوا مع الصباح مرتاحين، او لا كتكون اضطرابات ديال على مستوى النوم، على انه اما كيفيق بقى يفيق بزاف، كيبقى يتقلب، كيحس براسو ان النعاس ديالو، يعني ذاك النوع النوم المتقطع. نعم، النوم المتقطع اللي في خاصة في اليوم الموالي الإنسان كيحس بواحد التعب. تعب، نعم، وأنه ما خداش يعني الكفاية ديالو من النوم. بالنسبة يعني الفيتامينات، واش ممكن أننا ناخدو أو كاينين فيتامينات اللي كيحيدوا هاد التعب أو لكي يعاونونا شوية على أن تغلب على التعب وعلى الإرهاق وحتى الأرق؟
هي بطبيعة الحال يعني كيف ما ذكرت، يعني نقدر نقولوا على أنه كل حالة بحالة. نعم. بمعنى أن احنا من الأحسن أن نقلبوا مثلا على السبب، مثلا إذا كانت أنيميا، إذا كانت اختلالات على مستوى الترويد، إذا كانت مثلا شي انفكسيون كرونيك، بعض الالتهابات وبعض التعفنات المزمنة، كان داء السكري مثلا ما بقاش، كانت مشاكل على مستوى مثلا دوك لي مرض الأوتو إيمين والأمراض ديال المناعة موجهة ذاتيا بحال لي روماتويد وداك الشيء، كانت بعض المشاكل على أمراض على مشاكل ديال القلب. يعني هنا كيخلينا على كل حالة حالة، يعني كنحاولوا نناسبوا المكملات او المصاحبه بخصوص التغذيه كتلائم كل حاله. اللي كتلائم مثلا الانسان مصاب بالحد بفقدان مثلا نقصان على ديفيسيت ديال الحديد، مثلا كانت عنده السبب ديال الانيميا ديالو هو نقصان ديال الحديد، يعني بان الانيميا كما ذكرنا راه هي المسببات ديالها تقدر تكون الحديد، تقدر تكون بيدوز، يعني اولا تقدر تكون مثلا فقدان ديال، يعني كاين شي حاله ديال ايموراجي في شي بلاصه، يعني كاين فقدان الدم في شي منطقه في الذات اللي خاصنا نقلبوا عليها، اولا شي حاله ديال التهاب. نعم. اذا هنايا في الحال هاد الناس هادو فبطبيعه الحال كنبداو نقلبوا لهم على مصادر ديال الحديد في التغذيه، ومصادر ديال التغذيه بطبيعه الحال كنفكروا في الكبد، كنفكروا في اللحوم، كنفكروا في الاسماك، وكذلك كنفكروا في العدس، في اللوبيا، في الحمص، اولا في ليزيبيناغ، اولا في يعني جميع الحويجات غير ما هو نباتي بطبيعه الحال من الاحسن ان احنا نخلطوا مع شويه ديال الحم. اذا كانت سبب مثلا بعض الاحيان بعض الفيتامينات وبعض الاملاح، مثلا نقص في فيتامين بي 6 مثلا، بطبيعه الحال هنا كنمشيو كنقلبوا على مصادر ديال فيتامين بي 6 مثلا، اذا كان نقصان ديال المغنيسيوم حتى هو يقدر يتسبب لنا فيها، وخاصة على أن احنا كما ذكرنا كنخصنا أشمل نوعية ديال المغنيسيوم اللي احنا محتاجين ليه. وكما كنعرفوا المغنيسيوم هو كنعرفوه على أنه مهدئ، ولكن اللي مهم واللي خاصنا نعرفوه هو أن المغنيسيوم مهم وكيدخل لنا في الإنتاج ديال الهرمون ديال النوم ديال الميلاتونين. المغنيسيوم هي بطبيعة الحال كمادة أولية كنحتاجو شوية ديال التريبتوفان، التريبتوفان هو واحد الحمض أميني. نعم. يعني وفين كنلقاوه؟ كنلقاوه في مجموعة ديال الحوايج، كنلقاوه في المشتقات ديال الحليب، كنلقاوه في البنان، كنلقاوه في اللوز، كنلقاوه في الكاوكاو، كنلقاوه في القرقع، كنلقاوه في الكاجو، يعني كنلقاوه في واحد المجموعة من الخضر، وكنلقاوه كذلك حتى في بعض اللحوم، ولكن هذا التريبتوفان هذا الحمض الأميني الأساسي باش ديالنا كتقدر تصوب المادة ديال السيروتونين، كتحتاج المشاركة ديال المغنيسيوم كما ذكرت، ديال فيتامين بي 6، ديال فيتامين بي 3، وهنا كذلك حتى الفيتامين دي كتلعب واحد الدور، يعني هي خاصها تكون مقادة باش هذيك السيروتونين هي اللي الدات ديالنا كتاخذها وكتصوبها ميلاتونين اللي هي الهرمون ديال النوم. يعني هنا بحال الا كانت مثلا نقصان راه كاين بعض الاحيان اللي كتقدر تكون السبب ديال التعب هو داك النقصان ديال السكر، يعني داك الليبوغليسيمي. نعم. يعني فاش كيكون واحد النسبه ديال السكر منخفضه بزاف، نعم، فهنا بطبيعه الحال حتى هي كتخلينا نحسوا بداك التعب، وبالتالي كيخصنا هنايا نديروا واحد المجموعه من الاجراءات. نقادوا التغذيه ديالنا كذلك، نتناولوا الياف بشكل جيد، نتناولوا سكريات من النوع المركب. نعم. يعني ماشي داك السكر ديال السكر اللي كنا نديروه في اتاي ولا العسل ولا الفانيل، ولا بالعكس ناخذوا السكر اللي مثلا اوله اللي يكون في الفواكه، بعد منه السكر اللي كيكون في القمح، اللي كيكون مثلا في الحويجات اللي معروفين فيهم كذلك مصادر ديال الالياف. يعني هنا باش هنا احسن طريقه باش كنقادوا النسبه ديال السكر، بلا ما نساو الاهميه كما ذكرت قبيله ديال الحركه فالمشي ولا النشاط الرياضي كيخلي الذات ديالنا تعيش واحد الحاله ديال الستريس. وملي كنهضروا على الستريس راه كنهضروا على مساله اللي هي ايجابيه، لان هي اللي كتخلي الذات تولد وتنمي ديك القدره ديالها على التفاعل مع وضعيات ولا مع ديك لي سيركونستانس، يعني حالات معينه نعم وبالتالي كتنجح لي منها
مثلا مقاومه نقصان هذه الماده ولا هذه. نعم رائع دكتور عبد الخالق الرمضاني، شكرا جزيلا على هذه النصائح القيمه وعلى تلبيتك الدعوه، والى الغد باذن الله. شكرا، صباحك سعيده.